عايزة اقول لكم على اختراع حاجة كده، يعني من الهيلثي، من الباور، من كل حاجة حلوة، مزاج وسعادة. بصوا، القهوة بالزبدة، معلقة زبدة طبيعية، طبعا زبدة طبيعية بالقهوة. طبعا القهوة مشروب خلاص بقى يومي ومتعارف عليه يوميا صباحي. خدوا بالكم من الناس اللي بتقول ايه القرف ده، هو مش قرف خالص، انا اكتر حد بيقرف في العالم. دي حاجة مش قرف خالص، دي حاجة كده بيرفكت فوق البيرفكت مليون مرة. طب تعالى بقى ما اقولك ايه فوائد الزبدة بالقهوة. اولا كده بتحسن من وظيفة المعدة والقولون. تاني حاجة بتسبب السعادة، هي بتساعد هرمون السعادة بتساعد على إفراز هرمون السعادة. تالت حاجة العملية المزاجية برضو بتزيد، لأنها بتلعب خلايا المخ كلها 70% منها شغالة على الدهون، ودي دهون نافعة، فبتساعد على تحسين الحالة المزاجية. طب في التخسيس بتخسس؟ طب ليه؟ لأنها بتلعب في هرمون الجوع، تقعد تقول له ستوب انت مش جعان، ستوب انت مش، اللي هو الهرمون المسؤول عن الجوع، طول ما انت بتديله قهوة وزبدة هو مش حاسس انه جعان، فبالتالي ما بيديش اوامر للمخ، بالتالي انت بتقعد فترة طويلة جدا، او بتقعدي فترة طويلة جدا مش حاسة باي جوع. طعمها لذيذ جدا، طعمها بيشهي يا جماعة، طعمها جميل قوي. انا اكتر حد بقرف على فكرة، دي مش حاجة مقرفة، دي حاجة جميلة ولذيذة وشهية وصحية، وبتساعد على التخسيس وبتعدل المزاج وبتعدل من وظائف القولون والمعدة، وبتديك باور عالي جدا لو نازل رياضة، لو ممكن واخدها الصبح بدري، ممكن ساعات طويلة لحد ما تاكل اي حاجة هي فيها الدهون المناسبة قوي، انها تديك الباور اللازم للعمل، للجيم، لأي رايحة مسافات طويلة هتاخدك من انك تعرفي تاكلي او كده، دي بتساعدك وبتديك الباور اللازم الحلو جدا، وبتعدل مزاجك وبتعدل من الحالة الصحية كمان، لان الدهون النافعة بتساعد، اول ما بتاخد دهون نافعة، الزبدة دي في القهوة دهون نافعة بتساعد حلو جدا في التخلص من الدهون الضارة. اول ما الجسم يلاقي، طول ما الجسم مش لاقي اي دهون نافعة داخلاله متمسك بالدهون الضارة، اول ما يلاقي دهون نازله له كده جميله بيتنازل فورا عن الدهون الضاره، فهي بتساعدك على التخلص كمان من الدهون الضاره. فوائدها كتيره قوي وطعمها لذيذ قوي بجد بجد، لو جربتوها مش هتستغنوا عنها. دي نصيحه مني بقى، صباح الفل، صباح الورد، صباح كل حاجه حلوه.